اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، نرحب بكم من جديد وعلى المباشر في نشره كوفيد 19 اليوميه. انخفاض تدريجي في عدد حالات الاصابه بكورونا بالمغرب، تسجيل 274 اصابه جديده وحاله وفاه واحده في اخر 24 ساعه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وجاء توزيعها كالاتي: فسجل المغرب في هذه 24 ساعه الاخيره 274 حاله جديدة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وحالة وفاة واحدة، ثم عرف كذلك تسجيل 1736 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة بكل ربوع المملكة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، جاء التوزيع الجغرافي لهذه الحالات كالآتي: فسجلت التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات. بالنسبة لأعلى حصيلة سجلت بجهة الرباط سالة القنيطرة ب 100 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة، تليها جهة مراكش أسفي ب 62 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، ثم جهة سوس ماسة سجلت بها 34 حالة إصابة وصفر حالة وفاة، كذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت بها 19 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، ثم جهة الشرق مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، عرفت الأقاليم الشرقية تسجيل 19 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وصفر حالة وفاة، ثم جهة الدار البيضاء سطات واللي تسجلت بها 16 حالة إصابة وصفر حالة وفاة، وجلها أو أغلبها بمدينة الدار البيضاء. تليها جهة درعا تافيلالت واللي تسجلت بها 12 حالة إصابة مؤكدة نصفها بمدينة الراشدية. سجلت كذلك بجهة بني ملال خنيفرة عفوا مشاهدينا 8 حالات إصابة مؤكدة ومعظمها أو كل حالات سجلت بمدينة بني ملال. جهة فاس مكناس سجلت بها 3 حالات إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة مشاهدينا، واللي هي اللي تسجلت على المستوى الوطني واللي عرفتها مدينة صفرو بحالة وفاة واحدة وحالة إصابة مؤكدة بكورونا، إن لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وفي الأخير وليس بأخير سجلت جهة العيون الساقية الحمراء حالة إصابة واحدة بكورونا وصفر حالة وفاة. بالعودة دائما وبلغة الأرقام، بتسجيل 274 حالة إصابة فالمغرب وصل 19331 حالة نشطة بكل ربوع المملكة. كذلك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، فقد تم إنجاز 2164 تحليل في هذه 24 ساعة الأخيرة بمختلف مختبرات والمراكز الصحية للمملكة، وصل معدل الفتح إلى 1.3%، فيما وصلت نسبة التعافي إلى 97.1%، هذا على مستوى المؤشرات. بالعودة إلى الإحصائيات خاصة بكوفيد الخطير، فقد وصل العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها إلى 148 حالة بإضافة حالتين في 24 حالة في 24 ساعة الأخيرة عفوا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. بالنسبة في هاد 148 كاينة 41 حالة تحت التنفس الاصطناعي، سجلت حالة واحدة في 24 ساعة الأخيرة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. ونعود إلى معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19، فراه وصلت ل 2.8%، ودائما هذه الإحصائيات وهذه الأرقام حسب نشرة كوفيد 19 اليومية الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لهذا اليوم 11 يوليو 2022، ثاني أيام عيد الأضحى بالمملكة المغربية. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، نعود ونعرج على الحملة أو الإحصائيات خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوفيد 2 أو كوفيد ما يصطلح عليه بكوفيد 19.
24,862,273 عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى أو البرومي دوز، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 23,349,159، والجرعة الثالثة فراه وصل العدد ديال الناس المستفيدين منها إلى 6,581,440 مستفيد ومستفيدة. وكذلك مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في، الجرعة التذكيرية أو الرابيل، لا دوز رابيل اللي موضوع الآن راهنا إشارة كبار السن وذوي الأعراض المرضى أو الأمراض اللي يعني للناس اللي عندهم أمراض يعني حالات استثنائية اللي كما جاء في البلاغ ديال وزارة الصحة، فالجرعة الرابعة استفدت منها 4,891 مواطن ومواطنة أو مستفيد ومستفيدة. بهذا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في وبلغة الأرقام نكونوا أعطيناكم الوضع الوبائي الخاص ببلادنا وبالمملكة العزيزة بالمملكة المغربية هنا، ومدى تطور انتشار كذلك او تفشي وباء كورونا. وكما لاحظنا في الآونة الأخيرة الأرقام اللي كانت مفزعة واللي كانت مرتفعة، لكن اليوم كما كنشوفوا يعني تراجع تدريجي وملحوظ في عدد الإصابات وكذلك في عدد الوفيات. فنتمنى من الله العزيز أنه يكون إن شاء الله هذه بداية العودة أو الرجوع في الأرقام ديال انتشار كوفيد 19 ببلادنا، وإن شاء الله تكون نهايته في هذا الصيف هذا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في. لكن هذا الشيء ما كيمنعش أنه نردوا البال ديالنا ونخليو يعني مستوى اليقظة يعني دائما على نكونوا على حذر فيما يخص الإجراءات والتباعد وهذه المسائل اللي احنا ديجا أو فايت لينا وكلنا تعايشنا معها وتأقلمنا مع هذا الوضع هذا، لأنه أكثر من سنتين وحنا كنعيشوا على وقع الاجراءات الاحترازيه اللي كانت مطبقه بكل ربوع المملكه وبكل العالم. لكن في الاونه الاخيره كان واحد يعني رفع من مجموعه من عدد من الاجراءات بعد تراجع يعني الوضع وكذلك استقرار الوضع الوبائي ببلادنا. هذا الشيء شفنا الاونه في الاسابيع القليله الماضيه شفنا ارقام مهوله، 3000 حاله 4000 حاله في النهار 2000 حاله في النهار، عدد الوفيات وصل لاربعه خمسه في اليوم الواحد. ف اليومين يعني كانت متتابعه على يعني كما ما خاتنيش الذاكره. فهنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في هذا الشيء ما كيمنعش انه ناخذ الاحتياطات ديالنا اللازمه من اجل تجنب العوده او موجه رابعه لكوفيد 19 في بلادنا لا قدر الله. كنتمنوا من الله الله يبعد علينا الوباء والله يدوم علينا نعمه الصحه والعافيه. عواشركم مبروكه، كان معكم مراسل قناه شوف تي في منير معطاوي، الى اللقاء.